علي منع الانتفاضة، هذا خط غير واقعي، هذا خط يقوم على الأوهام والشعارات والأحلام الطوباوية. الخط السياسي الواقعي الذي ينطلق من التحليل الملموس للواقع المادي الملموس يقول أننا أمام عدو لا يريد السلام ولا يريد أن يعني يستجيب لأي من قرارات الأمم المتحدة، ولا يريد أن يستجيب لأي جهود، ولا يريد أي حلول على الإطلاق إلا الحلول القائمة على أساس السيطرة الكاملة. نعم. يعني ما قاله بن غوريون قبل نصف قرن بالحرف، قال هنا، قال لا تتعبوا أنفسكم، مخاطبا الإسرائيليين، لا تتعبوا أنفسكم، لا يوجد حل سياسي لهذا الصراع، هناك أرض واحدة بتصارع عليها طرفين، يجب على إسرائيل أن تعمل بكل الوسائل العسكرية والسياسية وحتى وسائل الخداع والتضليل من أجل أن توصل الطرف الآخر إلى قناعة يتخلى فيها عن حقوقه أو يتخلى فيها عن هذه الأرض. هذا ما تمارسه الآن، هذا ما تمارسه حكومة نتنياهو، وهذا ما يتخذه من مواقف تصب في الخنادق. هذه هي الاستراتيجية الصهيونية منذ قيام إسرائيل. جيد. وبالتالي الخط الواقعي هو الذي نطرحه نحن، وخط الشعارات هو الذي يطرحه من لا زال يتوهم بإمكانية. وصلت الفكرة دكتور ماهر، يعني سأختم معك أستاذ علي. أولا، هناك مصادر فلسطينية تقول أن تل أبيب أبلغت القاهرة أن أي تسوية مقبلة لن تشمل مدينة القدس. هل تعتقد هذا الأمر كلام يعني كلام جديد؟ ليس جديد. في كل العملية التفاوضية التي جرت، القدس أرجئت ومن ثم قيل أن القدس خارج إطار المفاوضات وحق اللاجئين في العودة خارج إطار، وخصوصا مع نتنياهو وفي ظل إدارة أوباما. يعني وهذه للوزير الغول أنه تستوجب الوحدة الوطنية، ما قبل الورقة المصرية شيء وما بعدها شيء، هناك استحقاق كبير، الشعارات ليست هنا، المقاومة والحركة الشعبية والحوار والابتعاد عن المصالح الفئوية، الأخوة في حماس والأخوة في فتح، والعودة إلى نظام سياسي ديمقراطي حقيقي لرؤية فلسطينية نقدمها للقمة العربية. أشكرك علي فيصل، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، أشكر حضورك معنا، كما نشكر انضمام عمر الغول المستشار رئيس السلطة للشؤون الوطنية من رام الله، والدكتور ماهر الطاهر مسؤول خارج في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، والسلام عليكم.